طيب الروشيتا سريعا قول لي نعمل ايه كمجتمع المصري علشان يشعر المجتمع. بص، هو حضرتك احنا دلوقتي في حاله من ايه، في حاله احنا بنسعد بيها جدا، لانه في ثوره تغيير في المجتمع المصري خلاص. والتغيير ده بدا بان احنا، وده كان كويس جدا ان هو بدا في الجانب الاقتصادي عشان الناس تستقر ويبقى في فرص عمل والناس والدنيا تستقر ويبقى في فائض قيمه، اقتصادنا ينمو بشكل كويس. ودي حاجه، الانجازات اللي بتتعمل جميله جدا، وهي دي بدايه الطريق. مش هقول لك انا بتاع عشان بتاع اجتماع ان انا يعني نبدا بالجوانب الاجتماعيه. بعد كده يعني المجتمع بقى في الحاله دي، انا عندي تصور كده انه تكتمل هذه المنظومه ببناء الانسان، وبناء اللي من ضمنه بناء التعليم، اللي من ضمنه بناء الصحه بشكل كويس، اللي من ضمنه بناء الكرامه الانسانيه، وبناء اللي من ضمنه خلق نوع من الضبط والربط اكتر في تنفيذ القانون، اللي من ضمنه مراقبه الفساد وعدم، وده كله بيتعمل بس ايه، بيتعمل بالتدريج وبيتعمل وكل شويه بايه، بس ما كانش موجود بقوه زمان. ما انا عارف هو بياخد زخم، انا عايز اقول ايه، كل يوم بيزيد عن اللي قبله.